النهارده امين المخزن اداني الطلبيه، قال لي ابو التركي خد الطلبيه دي وصلها لزبونه في كفاله. طبعا قلت له ايه هي الطلبيه دي؟ قال لي الجزمه. قلت له حاضر اودي الطلبات وفي الاخر نودي الجزمه. قال لا الجزمه اهم حاجه، اهم طلب معاك الجزمه. انت عارف يا ده بالاتراك الجزمه اللي معاك دي تمنها كام؟ قلت له تمنها كام يعني؟ هتكون بكام يعني جزمه يعني؟ قال لي تمنها 150 دينار. قلت له يا راجل ما تهزرش. قال اقسم بالله 150 دينار. طبعا انا كاتلني الفضول زيكم بالظبط، وعايز اشوف الجزمه ب 150 دينار دي، يعني ممكن تكون مرصعه بالذهب والالماس يعني ولا الجزمه؟ طبعا هتموتوا وتشوفوا الجزمه انتوا. طبعا حاضر، وانا والله برضه هموت واشوفها لازم يعني، حتى لو هتفنش من الشغل. انا عارف نفسي هتفنش بس برضه لازم اشوف الجزمه. بصوا اهي الجزمه اهي، و 150 دينار اهي هي اللي فيها، مش عارف اهي هفت البتاع ده ب 150 دينار، 9000 جنيه مصري. يعني بعد ما تفنش يقول لي ايه بعد ما تفنش هندوك بالجزمه؟ يا ريت تدوني بالجزمه والله. قال الرمى الظهر وجزم واتقيها بفؤاد يعني. 150 دينار 9000، يمكن عشان الشراشيب ده قطيفه ولا حاجه. طب والله ده نعمه يعني هي ماركه دي ولا ايه؟ طيب يعني هتنور في الليل مثلا اميجو التركي دي ولا ايه؟ ها 150 دينار يعني الشهر كله اشتغل ما جيش تمني. الله لا.